اسأل على البقعة اللي يتقابلوا فيها اللي جيك في تونس باش يحكيوا على لي تكنولوجي اي لي توندونس تكنولوجيك الجديدة يقولوا لك جيك ميت. ليفينمون هذا اللي انطلق من العام اللي فات هو لقاء شهري يصير في لورانج ديفلوبر سنتر باش يناقش اخر التطورات التكنولوجية اللي تنجم تكون انتجري في خدمة ان ديفلوبر ولا ينجم يخدم عليها لي بروجي نتاعو في المستقبل. مع الجيك ميت تعدت مجموعة كبيرة من المنتجات التكنولوجية الحديثة واللي مثلت محور اهتمام للجيك. والمرة هذه الكلمة للاي بيكون. نهار الاربعاء 25 فيفري الجيك ميت في اورانج ديفلوبر سنتر اهتم بالاي بيكون. اي بيكون هي بكل بساطه مثلا كي تدخل سيرفاس كبيره تنجم تشد السمارتفون نتاعك وتحل الابليكاسيون تاع الجراند سيرفاس هذه وكي تتعدى بين لي ريون كل ما فما مثلا برومو تجيك نوتيفيكاسيون في البورتابل نتاعك. هذا التفسير البسيط وهذا التفسير التكنولوجي. المشكله في تونس وفي العالم الكل اللي انت كي تدخل دون اون غراند سيرفاس ولا دون ان موزي ولا اي حكايه تدخل ما تعرفش وين تمشي ما تعرفش وين تمشي تقضي هذيك الحكايه وين تلقى الحكايه هذيك الكل. دونك ليدي ايتي دو ديفلوبي اون اس دي كي بور الاي او اس اي اندرويد اي ان بورتاي سي ام اس. دونك فوالا معناتها اون بورتاي سي ام اس كي بيرمي معناتها ان بروبريتير دون غراند دان اسباس معناتها باش ياخذ دي بيكون ويعمل لهم اللوكاسيون نتاعهم des annonceurs ou les annonceurs ils هما ياخذوا معناتها يعمل بعد ما يعملوا اللوكاسيون ويحطوا الكونتينو اللي يحبوا يافيشيو ا ترافير لي اس دي كي يعملوا ايل امبليمونت لور ابليكاسيون فاسيلمون معناتها بارابور قبل. اون بلوس دو سا معناتها عندهم بوسيبيليتي معناتها يعملوا النافيغاسيون اندور معناتها ترافير لا تريانغولاسيون وكل معناتها اللي هي ولات في لي اس دي كي نتاعنا باش تلقاوها حاضر. و اون بلوس دو سا معناتها الديفلوبمون معناتها سور لي اي بي كون باش يولي معناتها اسهل من اللي معناتها ملي بروبوزي في المارشي تاعو. الجيك ميت هذا المخصص للاي بيكون اشرف عليه حمزه بركاوي انجينيور واستاذ في اسبري واشراق عبد اللاوي اللي عنده تجربه مع الاي بيكون. جيت انفيتي اليوم في اورانج ديفلوبر سنتر دون لو كادر دو ليفينمون جيك ميت. Lium, nous avons présenté l'iBeacon donc, comme technologie et vraiment c'était très intéressant cette initiative auprès d'Orange. Les Geek Meet, donc il y a un barche les étudiants, les ingénieurs, même Lium, chef la femme des visiteurs donc, de l'extérieur. Et franchement, donc, je félicite Orange pour cette initiative parce que c'est vraiment c'est constructif. Où ça met tous les jeunes Tunisiens en veille technologique de toutes ces nouveautés qui voient le jour. Geek Meet جاء في وقته خاصة وأنه آي بيكون يمثل الفرصة للديفلوبر والماركتور. تندونس تكنولوجيك جديدة تعرفوا عليها اللي جيك وباش يزيدوا يخدموا عليها الاستاجير نتاع أورانج ديفلوبر سنتر في المستقبل. الموعد مع الآي بيكون ما وقفش ومازلنا باش نرجعوا نحكيوا على التكنولوجيا هذه مادام فما شكون قاعد يخدم عليها. المرة الجاية ما احناش باش نحكيوا على آي بيكون لكن باش نحكيوا على لي سيرفيس اللي يستعملوا التكنولوجيا نتاع الآي بيكون واللي باش يتم إطلاقهم في تونس.